وللوقوف عند التطورات السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. سيد باسل، مرحبا بكم. لنبدأ من وزارة الدفاع الروسية، هناك تصريح مفاده أن مركز المصالحة الروسية يفاوض الفصائل الفلسطينية الفصائل المسلحة للتوصل إلى تسوية، وهناك أيضا أنباء عن تحشيد النظام على أطراف منطقة إدلب. كيف يمكن قراءة موقفي الأسد وروسيا؟ أهلا وسهلا بكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام. الحقيقة ليس جديدا أولا عروض المصالحة الروسية، وهي دائما ما تكون مصحوبة بتحشيد عسكري روسي وتحشيد من النظام كنوع من التخويف بالعصا الغليظة، وكأنهم يقولون أنه إذا لم ترضخوا لشروط هذه المصالحات فإن الجيش على الأبواب، وأن الاجتياحات العسكرية والعقوبات العسكرية على الأبواب. وهذا الأمر نفسه تكرر في الغوطة، وتكرر في درعا، وتكرر في المناطق الأخرى. طيب سيد باسل، في هذا السياق يعني إيران توقع اتفاقية تعاون عسكري مع دمشق، وذلك من أجل إعادة بناء القوات الأسدية. في ظل هذا الاتفاق كيف تتوقعون المعركة المرتقبة في إدلب؟ لا، هو الإعلان عن هذا الاتفاق ليس مرتبطا بمعركة إدلب بقدر ما هو مرتبط بالدعوات الأخيرة والإصرار الإسرائيلي والأمريكي على خروج إيران من سوريا، وكأن إيران تقول أنها ستبقى في سوريا وأنها ستكون متغلغلة أكثر فأكثر في المؤسسات السورية. ويأتي هذا الإعلان ليقول أن إيران هي الجيش السوري، وأنها ليست فقط جيش النظام في سوريا، وأنها ليست فقط نقاط عسكرية منتشرة هنا وهناك يمكن إبعادها لثمانين كيلومتر أو لإخراجها من سوريا. طيب سيد باسل، تصريح لوزير الخارجية لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يقول بأن هدف الولايات المتحدة أن يختار الشعب السوري حكومة جديدة لا يقودها بشار الأسد، لكن تعتقد أن الولايات المتحدة يعني على استعداد أن تضغط حتى يخرج الأسد وهو مدعوم من قبل روسيا وإيران من الحل النهائي للأزمة السورية؟ يعني هو بالتأكيد أمريكا ليست مستعدة للضغط أو للضغط بالقدر الكافي، وكذلك أوروبا على النظام وعلى حلفائه لكي يكون هناك خروج لهذا النظام أو تنحية له عن الجاثم على الصدور السوري. لكن مسألة أو فكرة أو مشروع الانتخابات والمضي نحو انتخابات في سوريا واختيار قيادة جديدة لسوريا وفق انتخابات، هو مشروع طرح منذ القرار 2254، لكن كل المؤشرات الحالية الموجودة في سوريا تشير إلى تمركز النظام. ونحن كنا نتحدث قبل قليل عن اتفاق عسكري مع إيران لإعادة هيكلة جيش النظام وفق ما تريده إيران. هذه الاتفاقات وأمثالها وهذه الخطوات وأمثالها تبدد أي حلم بزوال أو تنحية حقيقية للنظام بأي طريقة هينة أو طريقة ناعمة، ويبدو أنه عاجلا أو آجلا سيتم العودة بشكل أو بآخر لخيار المواجهة أو الاصطدام ولو بعد حين. من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، شكرا جزيلا لكم.